السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. الاربع كالعاده عارفين يوم اكل اولادنا، نحاول نعمل حاجات تكون خفيفه وبسيطه، ما تكونش بشكل صعب، نحاول نبسط الامور، نحاول كمان نحط اكلات تكون فيها فايده صحيه اكتر ما يكون فيها نسبه بروتين او نسبه نشويات بس او نسبه الخضروات، لا كله يكون صحي وكله يكون لطيف، ونأكل اولادنا اكل كتير جدا يكون ليه فايده صحيه، هو ده المطلوب. تعال نتكلم كده بشكل بسيط، هنتكلم عن المنيو لكل حاجه، بس عايزك كده شوفي بعد اذنك تيجي معايا كده واحنا ماشيين، شوف هنا الجزء ده كله سلطه واحده، طبق سلطه، شوف في ايه طبق السلطه بقى، في فلفل اخضر او فلفل الوان، في طماطم، في زيتون، في خس، في مشروب كبنه، في ذره، في فراخ شويه، في كمان فاصوليا حمراء، في كمان عندك طبعا يكون شكل بسيط كده، صدور فراخ، حب تركي او الصدور الديك الروم المخليه المدخنه اللي هو السموك تركي، وكمان عندي حبه سبانخ. هنشوف بتعمله ازاي بطريقه مختلفه مع كريمه ومع كيس مكرونه، اكيد مع كل الطبق التالت عندي اسكالوب بس بنوع جديد مختلف شويه ما عملوش قبل كده، اسكالوب معمول بصدر الديك الرومي الفريش، صدر الديك الرومي الفريش زي صدر الفراخ البانيه بس هعمله من ديك الرومي. هعمله بالبقسماط مع الدقيق مع الفيجيتار مع كل حاجه، ولكن هحط عليه مكسرات قرمشه بقى وبتاع وحركات. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الديك الرومي اليومين دول موسمه او كل نهايه السنه، زي ما حضراتكم طبعا قبل اي كلام كل سنه وحضراتكم طيبين، بنحاول نعمل دايما تفاصيل الديك الرومي زي كل سنه مع حضراتكم طبعا، كان موسم الكريسماس او النير او راس السنه، وبعد كده طبعا عيد اخواتنا المسيحيين لحد 7 يناير بنكون شغالين باطباق تكون مختلفه، بنحاول نحتفل بكل اعياد اللي موجوده من 24 او من الكريسماس لحد يوم 7/11 7/1. فالديك الرومي النهارده هنعمله سكالوب، بكره الخميس ان شاء الله هيكون في طبق جديد ومختلف برضو ليه علاقه بالمناسبات اللي احنا فيها. هنيجي عندنا يوم الجمعه كالعاده بيبقى في مسابقه، انا بس ثابت شويه في المقدمه دي، المسابقه يعني احنا اعتذرنا اخواتنا اللي كانوا جايين يوم الجمعه، هنعملها حلقه الديك الرومي كامله، خلينا نشوف يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله حلقه الديك الرومي كامل، هنجيب الديك الرومي كله ونتكلم عنه بتفاصيل وليه عملت كده ما عملتش يوم السبت، عايز اعملها قبل ما حضراتكم او قبل راس السنه بيوم بحيث ان ممكن حد ينزل يشتري، مش كل الناس تكون في البيت نفس اليوم الديك الرومي، فبحاول اعمل قبلها بيوم او بيومين بحيث نوضح الصوره نبص عليها مره واتنين نعرف ايه اللي ممكن نعمله ونقدر ازاي نعمله في الحله او نعمله قدام حضراتكم في نفس الوقت اللي شغالين بيه، وكمان يوم الجمعه يبقى الواحد معاه وقت اكتر من ايام الاسبوع. على ما اعتقد الامور ان شاء الله هتكون حلوه جدا، الثلاث ايام اللي جايين كلهم خميس الجمعه السبت ان شاء الله مع حضراتكم باكلات مختلفه، اكلات ليها علاقه شويه بالمناسبات اللي احنا فيها، وان شاء الله يعدي علينا ايام بخير دايما وكل اخواتنا المسيحيين يعيدوا كده بسلامه ومصر كلها تفرح وتعيد ان شاء الله في الايام اللي جايه. تعال اطلع فاصل ثم نواصل، اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم النهارده مع حضراتكم على اكل يكون لطيف للاولاد، واحنا كمان بنخش ناكل بس دايما بنعمل لهم اليوم المخصوص يوم الاربع بالهنا والشفا لكل الحبايب، نحاول نعمل لهم اكلات تكون خفيفه، يعني انا ضد المقالي شويه ولكن هم بيحبوا المقالي، بس لما نعملها في البيت احسن من ناكلها بالشارع، يعني لما نعمل المقالي في البيت افضل بكتير جدا لما نجيبها من اماكن احنا مش عارفين مصدرها ايه، لان قصه المقالي دي شويه فيها تفاصيل مش عايز اتكلم عنها عشان ما اكرهكمش في حاجات كتير جدا بتقلي، لاني الزيت اللي بيتقلي بيه يا ريت يكون زيت هو مش زيت، بس مش هتكلم كتير في القصه دي عشان برضو مبقاش تقيل، ولكن المقصود من كلامي نعمل الاكل للحاجات اللي ممكن نكون خايفين منها شويه في البيت وده افضل جدا. انا بتكلم دايما على الشوايه، لو هنشوي او هنشتري حاجه مشويه من بره الافضل تكون فحم، شوايه الجريل البلاطه دي يعني ما بحبهاش، يعني فيها حاجات خطر كتير جدا، زي برضو الشورتنج او الماده الدهنيه اللي بتحمر فيها بعض اماكن او بعض المطاعم، الماده الدهنيه دي حاجه كده عامله زي الزبده بتتحط، قصه طويله مش عايز اتعبكم ولا اضايقكم القصه دي، ولكن الافضل نحاول نعمل كده في البيت انضف واحسن بكتير جدا. هعمل اسكالوب بس بصدور الديك الرومي بشكل بسيط جدا، مترتب متطعم معمول كمان بالفيجيتار مع كمان مكسرات. المكسرات ممكن تكون حبه فستق حبه سوداني بس يكون فيها قرمشه من نوع مختلف، هو ده اللي هنشوفه مع حضراتكم. ده طبق، الطبق الثاني وده كمان الطبق ده يطلع مع حبه بطاطس اللي كنا بناكلها برده بتاعت فرنش فرايز، بتاعت البطاطس فرنش فرايز او الويدجز او البطاطس اللي بنحبها بتاعت فارم فريتس.
عندي الطبق الثاني صدور فراخ هنعملها بطريقه حلوه جدا بصوص لطيف بالسبانخ. سبانخ يعني حديد يعني خضروات احنا دايما بنسقطها، او لو قلنا لابننا او بنتنا تعالي كلي سبانخ هتقول لك انا ماليش في الكلام ده، حتى لو كانت ما بتعرفش تتكلم. سبانخ اسمها تقيل دايما وفايدتها اكتر من اللحمه، حديد مش بروتين بس حديد، يعني حاجه لازم كلنا ناكلها ولكن نعملها بطريقه تكون لطيفه. هنشوف بتعمل ازاي. الطبق الثالث هيكون مع حضراتكم طبق سلطه مفيد جدا بالفراخ المشويه، اسكت على الشوايه او على الطاسه، هنشوف دي وهنشوف دي واحده واحده مع حضراتكم. طيب تعالوا نخش في اول طبق مع حضراتكم، هيكون نتبل الاسكالوب ونسيبه يتبل كويس وبعدين نخش على طول في الفراخ تكون حالته سخنه تكون كله في نفس الوقت. تعالى نتكلم يا شفيق كده على الاسكالوب. اسكان بتلو او كندوز او فراخ باني بطريقه الاسكالوب او صدور الديك الرومي. تعالى كده يا باشا، ادي صدور الديك الرومي، شوف عامله ازاي اهو. حته ثانيه قطع، شكله بسيط جدا وسهله وانسجتها باينه جدا ان هي كمان صغيره ما فيهاش يعني سمك كتير جدا، ليها طعم كويس لكن تتبل كويس وده مهم جدا. بجيب عندي حبه ميه بصل، بسم الله، حلو كده، حبه بهارات، حبه ملح، حبه توم باودر على بصل باودر، تعالي معايا التست كويس كده، سنه بابريكا، فلفل ارناوتي، وحبه بهارات مشكله للطيور، ماشي الكلام. وهجيب عندي لو عندي توم او حابب احط توم ما عنديش مانع، بس انا التوم اللي عندي فيه زيت فمش هينفع احط توم فيه زيت. ليه؟ عشان هيعمل عازم معايا مع الاباراي او مع التتبيله اللي هشتغل بيها اللي هي هتكون الدقيق مع البيض ومع اللبن. بقلب كويس قوي التوم باودر مع البصل الباودر مع ميه البصل بالشكل دوت. هديها اعشاب، هديها سنه خل او ليمون عشان الزفاره وعشان المزازه برده. شكل بسيط، اقلب كويس قوي الكلام ده كله واسيبها على جنب كده سيكه. تعالى بقى نكمل بقيه اللي بنتكلم فيه. عندي حبه اعشاب وماله، زي مثلا الزعتر او اكليل الجبل، اليومين دول موسم اكليل الجبل اللي منتشر في كل حته عشان برده راس السنه، بيتعمل بيه حاجات كتير جدا، مش بس بيتعمل بيه لحمه، لا بيتعمل بيه كمان انواع الديك الرومي او انواع الاكل اللي هو ليه علاقه بالعزومات في الموسم اللي احنا فيه. طبعا زي ما قلت لحضراتكم من شويه، طبعا الخميس الجمعه السبت ان شاء الله هتكون حلقات مميزه لحضراتكم ليها علاقه بمناسبه راس السنه ان شاء الله. اكل وشرب يكون لطيف جدا، نقدر نعمل بيه عزومات في البيت. ناس كتير ما بتخرجش في يوم راس السنه، في ناس طبعا كتير بتخرج حسب اللي موجود. والله خرجنا زي الفل ورحنا سهرنا زي الفل، ده عيد ما حصلش وعملت حفله في البيت، لا تعملي ديك الروم وتلم حبايبك وتعملي عزومه. دوري اكون مع حضراتكم يعني مش في العزومه ولكن في المطبخ، يعني ان انا احاول اوضح الامور بشكل بسيط جدا نقدر نعملها. حبه الاعشاب دول بالشكل دوت على الاسكالوب بس بالتورك، انزل كده وبهر حاجتي شويه، يعني سيبها تقعد لها كده ايه حبه. الافضل في ميه البصل، لو حبيت تحط ميه طماطم وماله، ما حبيتيش يبقى احنا كده زي الفل قوي وراضيين وفضل وعدل، بس اهم حاجه نسيبها شويه. الاعشاب مش شرط لو اطفالنا ما بيحبوهاش، ولكن صدقوني ليها طعم كويس او نفس مختلف تماما عن العادي. لو زعتر مش هيقول لا، ولو روزماري زي الورد مع الديك الرومي بالذات او مع صدور الديك الرومي. كده تتبيله لطيفه جدا، سيبها شويه لحد ما نظبط الامور ونشتغل بيها واحده واحده. طيب تعال نخش على الطبق الثاني. الطبق الثاني هو طبق بسيط جدا وسهل ما فيهوش صعوبه. احنا هشتغل بفكره الفراخ وهعمل لها صوص لطيف جدا وهنعمل لها خلطه حلوه وهنسلق لها كيس مكرونه من بتوع حوا يطلع معايا برضه نفس الموضوع يكون لايق على الطبق بتاعي اللي بشتغل عليه. حله سخنه، بسم الله، جميل جدا. انا بشتغل دايما في الحله السخنه ما بحطش زيت زيتون ولا بحط زبده. ليه؟ عشان ما اكسدش حاجتي او ما اخليش الحاجه تكون يعني زياده على اللزوم. الاول قبل ما اشتغل بجهز حاجتي الاول عشان ما ابقاش ايه اسيب زيت يتقدح كتير والتركيبه دي. ادي عندي الفراخ مكعبات، هبهرها بايه؟ بسنه ملح، شوف كده وركز معايا، سنه بابريكا، جميل، وحبه بهارات طيور، جميل جدا كده، وبخت فلفل اسود تديني برده نفس كويس ولطيف. فين الفلفل الاسود؟ اهو ماشي كده اهو. معلقه ثوم مفرومه، جميل جدا كده. تعالى بقى احط حبه الزيت ونجيب المعلقه على طول ونبدا نشتغل في التشويح الفراخ واحده واحده. بسم الله، قلب بقى الكلام ده كله مع بعضه في قلب الحله. بيحصل في طرف تحت في
زودوا كده حبيت اهو ده اهو وسيبوا انا كده وهات منه ازاي والله جيب التركي طيب زي اللانشون كده يعني وحبه روز بيف وحبه سبانخ وحبه مشروم وحبه بصل هنزل بالبصل دلوقتي مع البصلايه طعم بيختلف برده مع فص الثوم ده كله بيأسس طبخه حلوه ان شاء الله تكون ليها طعم كويس اتمنى من زمايلي اللي قاعدين في الكنترول مش بس يصورونا مش بس يتكلموا معانا كمان ينزلوا او يزودوا في تثبيت المقادير وتثبيت الفوائد ناس بتكلمنا على الفيسبوك بتقول كده انا بقول الصراحه على الهوا اهو تثبيت المقادير تثبيت الفوائد لان الناس حابه كده ما بقاش برده احنا بنعمل حاجه وما بنعملش حاجه ثانيه نعم مسامع الله يبارك لك اشكرك انزل بقى تاني اشكرك شوح الكلام ده شوف منظره عامل ازاي شايفين كده شوف يا خالد اهو حاجه باينه لطيفه جدا ما استناش بقى لما الحاجه تدبل مني وازود عليها تسويه اكتر خلينا ننزل بحبه السبانخ اهو حبه السبانخ بقى الفريش دول شوف مقطعين من غير عيدان حاجه بسيطه جدا نحطهم بقى مش شرط بقى نقعد يعني نعمل هيصه في البيت هنعمل سبانخ هنعمل سبانخ خلي الاكل يتاكل بس اعملي كده او اعمل كده حضرتك في البيت او حضرتك في البيت طبعا بشكل بسيط جدا هتلاقي الموضوع مختلف تماما ناخد سوتيه كده مع البصلايه مع فص الثوم سن السبانخ دي وتروح مديها بخة فلفل اسود كده تديك نفس تاني خالص في ريحه بتطلع من السبانخ ما شاء الله وبالهنا والشفا لكل حبيب كده السبانخ استوت ما زودش عليها خالص اكتر من كده انزل بايه انزل بحبه المشروم شوف بقى مشروم مع سبانخ الموضوع بيختلف قلب كويس ده كله احنا بنشغلين بيه ونشغلين في الطبق ده ولكن ما ننساش ان احنا اشتغلنا في البدايه في تتبيله الاسكالوب الاسكالوب بياخد وقت شويه في التتبيله قلب كده حلو قوي عايز تعمل صوص بقى الصوص اللي نعمله بقى صوص ايه طب مش هتحط التركي اللي كلمتك لا التركي ده هحطه في الاواخر زيه زي الجبنه كده حاجه تبقى معايا لطيفه لو عايز امشيها كده امشيها مش عايز براحتك انا بقى دلوقتي عايز اعمل ايه عايز اعمل صوص الصوص اللي هعمله مثلا بالكريمه او باي كان الموضوع هعمل طريقه جديده لحضراتكم بشكل ما كله في الحله مش هسلق ولا هعمل هوريكم طريقه جديده مختلفه تماما طيب هتعمل ايه يا سيدي والله انا عايز اعمل صوص كريمه كريمه بياخد ايه ياخد زبده ياخد دقيق ادي الزبده ركز معايا بقى كده في اللي هنعمله هنا شويه بعد اذنك وادي معلقه الدقيق مش كتير اهو حلو كده ساحة الزبدة مع الدقيق قلب كده مش هبان في ثانية بص كده مفيش أي حاجة طب وبعدين ولا قبلين ماشي أهو كده أهو طيب هتعمل إيه بقى يا سيدي أنا عايز أعمل مكرونة المفروض إن أنا ثانية واحدة المفروض إن أنا هسلق المكرونة دلوقتي لوحدها وهجيب المكرونة بعد ما تخلص مع الصوص هحطهم مع بعض نعم حاضر هاخد التليفونات وهسمع اللي أنتوا عايزينه بس اسمعوني دي لحظة بس واحدة تعالى بس هجيب عندي بشكل بسيط كده كيس المكرونة هشتغل بيه إيه الان بقى سباكيتي خلينا ناخد الكيس المكرونه اللي قدامنا ده اهو ده كده ماشي الكلام وهعمل كده كيس المكرونه ده بتاع حوا ايه اللي بتعمله ده هوريكم بس حاجه واحده واحده وهقلب المكرونه تاني مع الفراخ وبعدين ولا قبلين ثانيه واحده دي مكرونه بصوص ابيض بس بطريقه مختلفه شويه تمام كده لحد هنا بهر حاجتك سنه ملح ربع مكعب مرقه كبهار حلو الكلام حبه فلفل اسود حطينا حبه بهارات كمان جميل جدا لحد كده تعالى بقى نجيب الميه السخنه اللي هنسلق بيها المكرونه وهنساوي بيها كمان بقيه الفراخ هنا بقى الطريقه المختلفه شويه اللي بتكلم عنها بسم الله غطي الكلام ده كله بس كده ايه اللي انت عملته والله ولا حاجه ما تخافوش امور بسيطه جدا احط كريمه كمان شويه وتمام التمام احنا اتفقنا على مكرونه حوا ما فيهاش نشا كتير فانا مش قلقان من ميتها وحطيت دلوقتي حبه مرقه او حبه ميه شوحت الخضار شوحت الفراخ ظبطت كل حاجه ده كله مع نفسه كده وسيبه خمسه وشوف هيعمل ايه اول ما احس ان المرقه شربت المكرونه وسوت الفراخ هنزل بالكريمه اللباني مع الجبنه وهنشوف الموضوع ماشي ازاي اتفضلوا نعم يا هناء صباح الورد وياسمين الو 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 ايوه ازاي حضرتك الو ايوه يا هناء سامعك اتفضلي كل سنه وانت طيبه وانت طيب ازاي حضرتك اهلا بيك يا فندم الحمد لله
انا بتابع حضرتك قوي على طول. ده شرف لينا يا فندم، ربنا يعزك. لو سمحت انا كنت عايزه اطلب منك طلب. تحت امرك. ينفع؟ اتفضلي لو في ايديا تحت امرك. انا حصلت عندي ظروف. ايه يا فندم؟ انا حصلت عندي ظروف وعاملين قرض. حصلت عليك ظروف؟ تمام يا فندم، تمام. وعلينا اقساط ورفع علينا قضيه بسبب اللي انا اخرت في الاقساط. معايا ابني عمل حادثه، لا حول الله، فعملت له عمليات. اوكي. تاثرت في الاقساط، عليا بتاع 6 أقساط أو 7 أقساط، فهم رفعوا عليا قضيه. حاولت ان انا اكلمهم ان هم يجددوها لي، ما نفعش. فانا كل اللي انا بطلبه ان انا ادفع الاقساط المتاخره دي عشان اعرف امشي معاهم منتظمه. طيب هو حضرتك الاقساط دي لجهه حكوميه مثلا ولا جهه خاصه ولا ايه؟ لا، الجهه دي متحوله تبع بنك. تبع بنك. عندك ما يثبت بذلك؟ عندي ما يثبت، وعندي ورق القضيه، وعندي ورق العمليه. تمام جدا. بدون تفاصيل، بدون تفاصيل. انا ما بحبش دايما يعني نكون موضحين الامور اكتر من ان احنا قلناه. تعالي دلوقتي مع حضرتك في كنترول مع زمايلي، سيب رقم تليفونك ووعد اذنكم يا شباب ودوها او وصلوا الاستاذه على مؤسسه دنيا جديده مع مصر الخير. اتفضلي لو في ما يثبت بذلك، ان شاء الله الناس دول بيتصرفوا وبيخلصوا وبيجيبوا لنا كمان دايما كل اللي بيحصل اول باول. بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك وثقتك فينا، ان شاء الله ربنا يقدرنا او يقدر الجهات اللي بتقدر تساعد كل الغارمين والغارمات للخير ان شاء الله. طيب خليني ارجع. طبعا في ناس كتير دلوقتي بتبص على المقوله دي هيبقى في حاجه غلط. لا، خلينا نشوف لحد النهايه. الميه ما بتكدبش، يعني امور بسيطه. كل واحد فينا ليه سنس كده. انا راجل بتاع اكل ودي شغلانتي وابرع جدا وبتاع، ما بعملش حاجه غير ما بكون باذن الله طبعا شايفها ان هي تكون لطيفه وتليق بمقام حضراتكم، عشان دي يعني مش سهل الواحد يبقى واقف قدام حضراتكم على الهوا ويخترع اي اختراع او يعمل اي حاجه وتطلع في الاخر تزعل حضراتكم، والواحد ما بيقبلش بكده. خلينا نخش بقى على الطبق الثاني اللي احنا بداناه من شويه وتبناه. هو النهارده الامور بسيطه جدا، انا عندي 3 اطباق بس 3 اطباق فيهم شغل كويس قوي وفيهم مزاج عالي قوي. هو ده اللي هشتغل بيه دلوقتي مع حضراتكم. تبنا كويس قوي الاسكالوب بصدور الديك الرومي، الاسكالوب بصدور الديك الرومي. تعال نجيب الفيجيتار اهو، خلي البطاطس دي نحمرها في الاواخر مع يطلع معاه كده بطاطس حلوه، واجيب عندي حبه المكسرات. تعالى كده هندسه، ادي المكسرات. ده شكله سوداني، يعني شكله ما عداش 5 جنيه. انا عارف عملوا ايه معايا، بس يعني باين اهو ده سوداني، ما دام لونه كده تحس ان هو سوداني، بس سوداني حلو يعني مش وحش يعني. هبهر كمان بحبه ملح وحبه بابريكا، بس مش هنا، هنا اهو. انا هجيبها قدامي هنا كمان بالمره عشان ما تقولش ان انا ببعدك كتير. وحبه ملح كمان هنا اهو. احب ابهر الحاجات دي بشكل مختلف. ادي سنه البابريكا، وادي التوم الباودر على البصل الباودر. يا ام محمد صباح الورد يا ماما. صباح النور، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا ماما، اهلا بحضرتك، تحت امرك. انا بحب اتفرج على حضرتك قوي. ربنا يخليك يا ماما، كل سنه وانت طيبه. يا رب يخليك. يا اهلا بحضرتك، تحت امرك. والله شوف علاء، انا كنت عايزه اطلب من حضرتك طلب. اتفضلي يا ماما. انا معايا 4 اطفال وبقالي بالظبط 11 شهر ما دفعتش ايجار الشقه، والراجل صاحب الشقه عاوزنا يعني نسلمها له الشهر اللي جاي، واحنا ما معناش ندفع الايجار، وحتى يعني مش لاقيين مكان نروح فيه. طيب بعد اذنك لو تكرمتي مع زمايلي في الكنترول على مؤسسه دنيا جديده. اتفضلي يا ماما، اشكرك شكرا جزيلا. طيب خلينا نرجع للتتبيله بقى، وال يعني سكه الفيجيتار مع الدقيق ومع البقسماط ومع كل حاجه. شغالين برضو بنبص بصه كده واحنا شغالين. تعالى هندسه شوف قبل ما نروح على اسكالوب، شوف كده المكرونه فيها ايه مع، شوف الكلام كده وصلنا لحد ايه هنا. تعالى اهي داخله في مرحله السلق، اهي 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 على ايدي اهو، شايفها اهي. بص خلاص اهي، بص بعمل ايه في ايدي، شوف بايدي دخلت في مرحله التسويه وهو ده المطلوب اهو. شايف بعمل ايه؟ جميل جدا. سيبها دقيقه كمان، ما تكترش يعني، ما تكترش عنها تسويه، عشان انا من الناس اللي بحب المكرونه تكون فيها سنه مش زياده على اللزوم. طيب تعالى بقى نجيب التتبيله دي بعد ما سيبناها شويه كده اهو. ادي حته الاسكالوب. الاول تعفير الدقيق، الاول تعفير الدقيق. في ناس بتختلف موضوع الدقيق الاول او البيض الاول، ده عادي جدا، ده بيحصل عادي، بس انا بقول ده طريقه ولا طريقه، كل واحد برده حسب. البيض مع اللبن غطسه كده اهو، نطلع على الفيجيتار بالمكسرات، نسيبها شويه ونرجع لها تاني. تانية كده دقيق وش وظهر اهو، الدقيق متبهر كده اهو، حط الدقيق عملنا كده
غطسه نطلع ونعمل كده، نقلب دي تشرب كويس قوي من التتبيله بتاعتها، والعكس نفس الموضوع اهو. وانا شغال برضو بشغل الزيت بتاعي، بسخن الزيت بسويه. يعني ايه بتسوي الزيت؟ يعني انا ما بخليش الزيت يكون متشعوض بالعربي كده باللغه بتاعت البيت بتاعت امهاتنا، يقول لك ما تشعوضش الزيت، ما تحرقهوش عشان ما يخليش الحاجه من بره هلا هلا ومن جوه يعلى مله. تعال نجيب طبق عشان نطلع اللي احنا بنعمله. ولا طبق ولا حاجه، اي حاجه زي كده مثلا نطلعها قدام حضراتكم في السريع اهو. اهو يا عم شفيق، ونعمل كده. الدكه دي بتفرق، الدكه دي تفرق. يا سلام بقى لو دخلوا الثلاجه. شوف عمار يا مصر، حته اللحم قد ايه حاجه يعني مشرفه. تمام جدا. هو سيد الديك الرومي كبير ومتقطعته كبيره، ف متظبط على هذا الاساس. هنقطعها كمان نصين عشان انا ما بحبش الحاجات الكتيره قوي بصراحه، اني بحس ان هي ما بتستويش زي ما انا عايز، زائد كمان بحس ان هي تكون اوفر حتى لو دخلت سندوتش. مش من الناس بيحب اللحمه الكتير او الحاجه التقيله عامه. غطس كده طبعا البيض مع اللبن في سن الفلفل الاسود عشان الزفاره. جميل كده، ودي كمان واحده اهو. شوف ببعد ازاي، بحاول اتلاشى الدقيق مع اللي بشتغل بيه، بحس ان برضو ما ازفرش الدنيا. ايدي التانيه فاضيه اهي زي ما انت شايف يا هندسه اهي. مش سحر، انا مش ساحر، انا مش بقول لك عشان تحسسني ان انا كويس تقول الله ينور عليك، لا انا بتكلم ان احنا ممكن نعمل كل حاجه من غير ما نبهدل الدنيا، ده المقصود يعني كده. الدكه دي بتفرق كتير قوي. يا سلام بقى لما يخش في حبه التلاجه بقى ولا الفريزر يتشمع شويه وبعد كده يتحمر وهو كريسبي كده ومترطب من الفريزر، تفرق كتير قوي قوي قوي. جميل جدا اهو الحته الثالثه والحته الرابعه خلصانه. المكسرات وكل حاجه طبعا. انا منظر الجرافس ان انا لابسه دلوقتي ما بحبوش، ان نحس ان انا كمان صوابعي بقت بانيه، بس انا مش عايز برضو اخيركم واقعد اغير جوانتيات وبتاع على الفاضي كده اهو. وتمام كده انا راضي وزي الفل. دي بقى انا ايه بقى، تعالى هندسه شوف يا عم شفيق، ادي حبه الكريمه تعالى على وش المكرونه. حلو الكلام ده، تقليبه حلوه كده. وريني اللي بيحصل، شوف كده تعال منه فيه كله مع بعضه. هو الطاجن كده، هي المكرونه كده. هتربط بقى معايا، اول ما تربط معايا بالميه اللي نزلت في المكرونه اللي سويت لي الفراخ وسويت المكرونه كانها قال ايه مرقه، فسويت حاجتي ولدن وتمام التمام، وحاطط عندي الكريمه اللباني. بص بقى لما تعلي بقى الحاجه بتاعتك بيفرق كتير. شوف كده الحبه دول كده على وش الكلام، لسه ما اشتغلناش يعني، سايبينها شويه تربط. هتربط ازاي؟ انت حاطط مكرونه وفراخ، فاكرين معلقه الدقيق ومعلقه الزبده؟ مش فاكرينهم؟ بص المنظر هيبدا شويه بقى، هتشوف بقى الجبنه دي تسيح مع المكرونه ومع كمان الفراخ والسبانخ، والريحه بدات تطلع. بس سيبها شويه لحد ما تبقى ناشفه سنه كده عن كده. حلو الكلام ده بقى خلصان، نشيله من هنا خالص عشان انا شايف ان الامور بتبقى زياده على اللزوم. حته التركي اللي في ايدي دي تقيله كبيره مش عايز اشتغل بيها، هقطعها على اتنين ببطن السكين عشان اقدر اشتغل على مزاجي شويه. الم اللي انا عملته كله ده كله، مش قلت لكم انا ما بحبش الشغل الدقيق ده؟ بس يعني ماشي، مش ما بحبوش ان انا ما بحبش اشتغل بيه، لا ما بحبش يعني ما اخليش المكان قدام حضراتكم دايما نضيف، يعني ده المقصود من كلامي كده اهو. ونبدا نحط بقى صدور الديك الرومي دي في قلب التلاجه سيكه شويه، يعني تاخد لها كده حبه، تقعد لها مثلا ايه مش اقل من ربعايه نصايه لو بنقدر. نعم اديني هبه. هدى انا اسف، يا هدى صباح الورد. صباح الخير، اهلا بحضرتك، كل سنه طيبه. وحضرتك طيب يا شيخ، تحت امرك يا هانم. شيخ انا كنت فاكره حضرتك عن عجينه البيتزا، البيتزا تقولها لي اللي يا فندم؟ البيتزا عينيا الاثنين. حاضر، تعرفي تعملي الصوص بالمره ولا لا؟ لا. طيب هقول لك على البيتزا وعلى الصوص. حاضر، حاجه ثانيه؟ لا شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك، بشكرك جدا يا استاذه، شكرا جزيلا لحضرتك. بص المكرونه عامله ازاي؟ بس طبعا قبل ما اطلع الفاصل وقبل ما اقفل فكره المكرونه دي، حاجتين ما نعملهمش في المكرونه كتير، ما نخليهاش تتسلق كتير جدا، خلينا متوسط من 5 دقائق ل7 دقائق. لو هنحطها في صوص نسلقها الاول في مرقه لوحدها 5 7 دقائق. المكرونه دي ما بتتسويش كتير عشان ما فيهاش نشا كتير، وما تحطلهاش ملح ولا زيت في الميه. ليه؟ لان النشا بتاعها يعتبر لو في كل المكرونات نقول مثلا يعني مثال
10% مكرونه حوا فيها 1% من النشا اللي بينزل في الميه. تمام؟ فالمقصود من كده قمحها نضيف حاجه محترمه، هي تتسلق لوحدها شويه لو هنحطها او كده، ما خدتش برده الفكره كلها. بص شكلها عامل ازاي يا شفيق، تقريبه حلوه كده. ادي المكرونه بالفراخ بالجبنه، ولو عايز تعلي وعلي وعلي في ريحان، في زيتون اهو. والله ما انا مزعل حضراتكم بتاع السلطه، يلا ادي الزيتون، خلي الاولاد تتبسط وتاكل بالهنا والشفا. سيبها كده تتبخر شويه، وطي النار عليها، نطلع فاصل ثم نواصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب حمر البطاطس دي بالمره عشان ايه؟ نستغل الزيت وهو سخن، بحيث ان وقت ما نيجي يعني نغرف او نخلص طبق الاسكالوب يكون خلصان ان شاء الله. طيب تعال نبص على المكرونه دي اخبارها ايه، باظت على اشتغلنا وفي الاخر طلع الموضوع بلح، يعني وارد. شوف كده يا عمنا اهي، ده حضراتكم تجربوا. بص بص يا شفيق، المكرونه بمكرونتها، ولا اتهرت ولا اتكسرت ولا قلبنا كتير ولا حاجه. الصوص زي ما هو، بص حضراتكم عامل ازاي الصوص، شايفه انت الصوص اهو، مش ميه ومش كريمه بس، لا ده مربوط رابطه محترمه. كنا بنقول نحط له تركي او رزبيف على الوش في تقريبه اخيره، هم دول. انا احب اكيف قوي اولادنا، ابسطهم كده، هم يحبوا الحاجات دي وماله، اهو كله كده مع بعضه بالهنا والشفا، ياكلوا ويتبسطوا. كيس مكرونه، حبه فراخ، نعمل كل حاجه اللي عايزين نعملها. خلي الجبنه دي على الوش تقريبه حلوه كده في الاواخر، لان طبعا السموك تركي او الرزبيف او حتى الكراب ستيك اللي هو الكابوريا المخليه، مفيش حاجه من الحاجات دي تخش النار. لو هتحطها حطها في الاواخر بالشكل ده. تعالى بقى نغرف الكلام ده كله على الطبق ونطلعه على طول على المائده. بسم الله. تعالى يا عمنا. بسم الله. شوف طبق المكرونه، ركز كده في الصوص وهو نازل، شوف الفراخ ما شاء الله بالهنا والشفا لحضراتكم ولاولادنا. جميل جدا كده يا باشا، جميل. نعمل ايه بقى كمان في الاخر؟ نروح مديلهم حبه الجبنه بقى كمان، ونروق الاطفال وحبايبنا ياكلوا بالهنا والشفا. وكمان لو عايزين حبه من السلطه اللي هم الشيدر دول، وماله كله قدامنا، نخسر ايه يعني؟ جبنه شيدر شرايح، طبق باستا بصراحه متكلف للاولاد، يعني يكون حلو، مش متكلف فلوس، لا متكلف مزاج حلو ليهم، يعني قصدي نعمل حاجه على مزاجهم. طيب الطاسه دي سخنه او بتسخن جدا، يعني ليه؟ عشوي فيها صدر فراخ وتبله حالا مع حضراتكم، عشان ده بتاع السلطه اللي شغالين بيها. تعال نبص على البطاطس كده اهي، بطاطس بتاعت فارم فريتس دي، اطفالنا بيحبوها برده. حمرها تحميره كويسه، ونستغل زي ما حضراتكم زي ما قلنا لحضراتكم من شويه الزيت، بحيث ان احنا برده التركي بصراحه يعني انا وديته الناحيه الثانيه في الفريزر ورا، ديب فريزر، عندي ديب فريزر كده يعني يسخن يسقع الحاجه كويس قوي. انا شغال كده بحاول بس نلم المكان كده اول باول، ما احس ان احنا ما بقاش عندنا حاجات كتير شغالين عليها، والنظافه يعني لطيفه. جميل جدا. تعالى بقى نتبل الفراخ وندخلها مرحله الشوح او الشوي. تمشي تمشي دي. الفراخ ما فيهاش حاجه، براحتنا يعني، كنت ممكن اقليها بس قلت بصراحه يعني ما بقاش كله قلي، يعني خلي بس البطاطس والتركي والباقي كله هنشتغل بيه بشكل بسيط واحده واحده. صدر الفراخ مقطعينه جوليان او اي تقطيعه، نديله يعني ماشي فص ثوم كده اهو في نفس الطبق، مع سنه ملح وحبه قبه بهارات، وعشان يحمر بالبابريكا، ونقلبهم مع بعض اهو في نفس الطبق. جميل جدا، انا ما بحبش الحاجات دي. مش اوكي، عامل زي اكون بنعمل تندوري او التتبيله اللي هي تكون يعني بتاعت الهندي. انا تبلت كده شرايح الفراخ تنزل كده على الطاسه من غير زيت لحد الان، من غير زيت اهو. البابريكا دايما عالي قوي ريحته مع الثوم كده اهو، ونبدا نبحرها ونديها حبه زيت عباد او ذره.
اهو كده اهو. سيبها مع نفسها. جميل جميل جدا. طيب يبقى احنا كده شغالين في البطاطس بتتحمر اهو كله في نفس الوقت. طبعا مراجعه سريعه كده مع حضراتكم، البطاطس ما فيهاش حاجه ولا قصه ان احنا نقف نحمر بطاطس، ولكن هي ملائمه بطريقه الاسكالوب. الاسكالوب دايما لازم يطلع معاه بطاطس فرنش فرايز او بطاطس محمره ما اي نوع من انواع النوع ده، اللي هو الستيك هاوس اللي هي الحته الكبيره دي، في ويدجز، في ستيك هاوس، في بومفريت، حسب الانواع، ولكن هي ملائمه جدا بالتركي، يطلع تحتيها كده يبقى لطيف واولادنا بيحبوها كمان. سيبه ده يتحمر براحته خالص. اهم حاجه في البطاطس دي تطلع من الفريزر، من الفريزر كده تكون يعني تلج، متلجه على زيت سخن. هي كده اي بطاطس في الدنيا عشان تتشوي تتحمر ولا ايه تبقى معايا بالشكل ده. زي دي كده مثلا، بص كده حمرتها، اسرع حاجه في الدنيا اهو. الاحمر ده البابريكا، جميل. وديها بخ فلفل اسود كمان على وش الطاسه، ونبدا نخش في اللي بعده. طبعا المكرونه خلصان، مش هنتكلم عنه تاني، خلاص خلص اللي وقع هناك ده، فاضل السلطه. اللي بعده مقادير البيتزا على الهواء. حلو قوي الكلام ده. تعال نتكلم على البيتزا برده بالمره. البيتزا يعني زي ما حضراتكم شايفين على المقادير، انا مش شايف حاطين اي مقادير، بس هي اكيد مقاديرنا يعني. الدقيق دايما مع بيض مع زيت الزيتون مع الخميرة مع السكر عايز احط بس حبه ميه عشان اكمل تسويتي. شوف دي يا شريف كده بعد اذنك، شوف طاسه، بسم الله، من بعيد كده شويه. ايه اللي بتعمله ده يا عم؟ والله عايز اسوي كويس قوي الفراخ بتاعتي وانا بعمل حاجه غلط؟ مفيش حاجه. على الزيت؟ اه على الزيت، ما انا هصفيها في الاخر وانا بفكر انا هشتغل بيها كده. انا بسوي بس الفراخ، انا عايز اسوي الفراخ كويس، شوحتها وتمام التمام اسويها. حبه ميه صغيره وابعد وش كده عشان البخار ما يبقاش زياده على ذوق. تعال نجيب كميه الدقيق، نصها بالملي ميه، مش بالكيلو يعني، مش بالجرام يعني. يعني مثلا كوبايه الدقيق قدامها نصها بتبقى ميه. في ناس تحب تحط لبن، انا بحاول اعمل الطريقه اللي تعجب اي حد او تبقى بسيطه بكل الاحوال. بجيب عندي زيت الزيتون معلقه كبيره او ثلاث معالق صغيرين، وبجيب عندي نص معلقه السكر، قدامها نص معلقه ملح، معلقه كبيره او معلقه ونص من الخميره. بضربهم كويس جدا كلهم مع بعض، الزيت الزيتون مع الملح مع الخميره مع السكر، كلهم في قلب الميه او في قلب البول اللي انا بشتغل بيها. وبعد كده ببدا انزل عندي بالدقيق في العجانه وانزل واحده بواحده. عايز اخليها سبونجي شويه، بديها عندي نص علبه زبادي. في ناس تحب تحط لبن باودر، في ناس تحب تحط لبن، في ناس تحط حسن كيك، كل واحد ليه طريقه براحته. انا بتكلم على الاساسيات ونعملها براحتنا خالص. التوبنج او اللي هو الصوص اللي على الوش البيتزا، عشان احس ان هو صوص بيتزا او طعم، مش صلصه طماطم وخلاص يعني. ما اجيبش صلصه طماطم بتاعت المكرونه واحطها على وش البيتزا واقول هي دي تبقى بيتزا خالص. بجيب ثلاث طماطميات بعملهم على شكل زائد وهم نايين لسه. ثلاث طماطميات بعملهم على شكل زائد من النص. خلينا نشوف طماطم كده نوضح الامور اكتر. هم بتحط لنا خضار ايه؟ احنا يعني هو احنا ما عندناش غير اسمه ايه ده؟ الفلفل الالوان، مش فاهم. خبوا لنا الطماطم دي مش عارف. بسم الله الوقع ده ماشي. تعال نوضح صوص الطماطم بتاع البيتزا عامل ازاي؟ ادي الطماطمايه. ماشي يا باشا؟ شكل الزائد اهو. خدت بال حضرتك؟ اهو. اوكي؟ واضح كده؟ اهو. شايفها؟ بتعمل ايه؟ بجيب ميه سخنه ببدا انزل فيها زي ميه المكرونه او ميه المكرونه، حبه ندعه زيت كده بسيطه او حبه ميه حبه ملح عشان خاطر اخليها تتسلق وتبقى تساعدني كمان في تقشيرها في النهايه. سلقتها لمده 5 دقائق، بطلعها احطها في ميه ساقعه، اقشر الجلد بتاع الطماطم واهرسه بايدي اي تقطيعه كروكي. بجيب حله، اجيب فصين توم، اجيب لو عندي زعتر وتوم افيد، زعتر فريش او زعتر اللي هو الناشف، بسيبهم مع فص التوم يتلسعوا شويه مع حبه زيت زيتون او عادي، بحط عليهم الطماطم وابدا اهرسهم على السريع. الطماطم بقطعها اي تقطيعه بحطها في الوس، بحط عليها كمان معلقه صوص الطماطم بوريه اللي هي البطرمانات، وبديها حبه ميه صغيرين، اسيبها تغلي كويس قوي. ده بقى الصوص، بدي له حبه ملح،
حبه فلفل اسود ومتشكرين، مفيش كمون، مفيش بهارات زياده عشان ما اضيعش الطعم ان انا بشتغل عليه او الطعم الايطالي المفروض بشتغل عليه. تمام جدا. بعد كده ببدا اجيب عندي العجينه، بضربها كويس جدا في العجانه، تقعد لها تلتايه مثلا بتتعجن عجنه كويسه. عايز اخلي العجينه دي بطلعها من العجانه عامله عرق. العرق ده جه منين؟ جه من السكر اللي حطيناه نفس موازنه الملح مع نسبه الدقيق المظبوطه، واللي قدامها السائل بتاعها اسكاله الميه او اللبن، فتعمل معايا عرق. اطلعها كده حاسس ان هي ملمومه من العجانه. المضرب اللي كنت بقلب بيه او اللي هي الكف ما فيهاش حاجه، بمسح كله، بجيب ايدي ابدرها بالدقيق والم كله من العجانه واحطهم في بوله واقفلها عليها واسيبها شويه تريح. بعد كده بجيبها بقسطها على اربع قطع حسب كميه البيتزا اللي قدامي او العجينه اللي قدامي. يعني ايه تقسطها؟ بجيبها كلها كوره بقطعها على اربع تربع، كل كوره من اللي قطعتها او كل ربع هتبقى بتسايه حسب كميه الكوره اللي اشتغلت بيها. بعد كده ببدا افردها كويس جدا، بجيب حبه دقيق وعفار بيهم. في حاجه تانية صايعه شويه، في دقيق ال 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 الدقيق بتاع البسبوسه، دقيق زي بتاع البسبوسه كده بيتباع برده، حبه كده حلوين يخرزوا معايا البيتزايه ما يخليهاش معايا تحس ان هي مكتومه. وابدا افرد بالمردان او بالنشابه بسميها، بفردها كويس قوي، بفرد دايما ايدي تكون فيها دقيق عشان ما الزقش ولا في المردان اللي بقلب بيها ولا في ايدي، فيبقى الموضوع شويه مكلكع. بعد كده بجيب عندي الصينيه ببدا احط فيها سنه دقيق، او في ناس تحب تحط سنه زيت حسب نوع العجين اللي احنا شغالين بيه. وبحط عندي بفرد كويس قوي العجينه، بجيب شوكه واخرم كويس قوي العجينه داير ما يدور عشان تبقى منفسه. ويا سلام لما اسيبها شويه كمان تريح. يعني ايه؟ وانا كل ما اعمل العجينه تريح، هي العجينه كده طلعت من الـ العجانه، ريحت شويه منها تريح العجينه وتخمر، مفيش في خميره سريعه فلازم تخمر شويه. ولما قلبتها بايديا كتير وفردتها وعملتها داير ما يدور، سيبها برده تريح شويه في الصينيه مخرمه، سيبها في الثلاجه، اطلعها ابدا اجيب الصوص يكون برد وابدا الف بالصوص داير ما يدور، واحط بقى عليه السلامي، احط عليه الجمبري، احط عليه الفراخ، احط عليه التونه، احط عليه الخضار، احط عليه المشروم، في الاخر الجبنه. ويكون درجه الحراره عندي بتاعه الفرن بما يعادل من 180، يعني خلينا نقول 180 متوسط، ما يبقاش ولا 150 ولا 200. وابدا احطها في الدور التحتاني تاخد تسويتها من تحت ومن فوق، بس من تحت يكون الاكتر. وابص كل شويه كده واعمل كده بسن السكينه. هي مش كيكه عشان اخاف افتح عليها، هي بيتزا. انا اول حاجه لما بكون فاردها كويس قوي مخليها ناعمه معايا قوي بتديني احيانا خلاص هتستوي بسرعه، طول ما هي تخينه كاني بعمل فينو. هي دي البيتزا مش اكتر ولا لا. هنا الفراخ دي يا معلم استوت وبقت زي العسليات، شوف كده. اصبر يا شفيق، هو انت سيدنا اتكلم وفي الاخر تقول لي اطلع فاصل؟ خلينا نكمل شغلنا يا اخي. يا اخي اسكت بقى يا اخي شويه، الله يبارك لك يا باي. تعالى بقى يا عم نطلع البطاطس اللي اتحمرت اهي. مالك انت في ايه؟ طلع البطاطس دايما بتاعت فرم فريتس دي، انا بحب اطلعها على اي حاجه بتتقلي الف ب منديل، بعديها خضار، خضره، بقدونس بقى، اي حاجه، ده لو مشويات او لو حاجه تانية، بس قشطه. يعني المقالي دايما الافضل ليها تحتيها منديل شويه تتصفى كويس، وبعد كده بحطها اسكت على مصفى او على الطبق على طول. بص الزيت عامل ازاي، شغال معايا ازاي يا شفيق، ما توسخش، ما تبهدلش. هبدا اسخن الزيت كويس كمان تاني عشان هبدا اظبط معايا طبق الاسكالوب بقى. تمام جدا. تعالى بقى نقفل السلطه بالمره ما دام خلصناها. شوف كده يا حماده، صباح الورد. صباح الخير يا شيخ. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وسنه جديده سعيده علينا جميعا يا شيخ. يا رب يا رب يا حبيبي، بشكرك. حضرتك انت وحشني كتير، وانا بقى يعني اسمح لي بقى ان انا اتكلم معاك، اديني بس مساحه دقيقه واحده من فضلك. اتفضل يا استاذ محمد، تحت امرك. انا عايز طريقه الكفته بتاعت اللحمه المفرومه لو سمحت لي. كفته اللحمه المفرومه وعندي طلب. اتفضل. اتفضل. طيب ممكن اقول لك الطلب بعد اذنك؟ بلا سامعك، اتفضل. والنبي اتصلت امبارح بالاستاذ ريهام سعيد، دخلوني بس ايه طلع التقرير، وبعد كده قالت لهم مش موضوعنا. طب انا دلوقتي عايز اشوف وزيره التضامن ما توقفليش المعاش بتاعي بالله عليك يا شيف علاء، انت عارف الغلا اللي احنا فيه، وانا اصلا مش عارف اعيش. فطلبت ريهام امبارح فما رضوش اللي هم يخلوني اكلمها، فيا ريت بس تقول لي بس وزيره التضامن عملت ايه في الموضوع بتاعي بس، الله يبارك لك. خلصت؟ مش عايز المعاش بتاعي يتوقف، انت عارف 469 جنيه. طب انا عملت ايه عشان يوقفوا لي معاشي طيب؟ يقولوا لي بس ايه الجرم اللي انا عملته والله. ارجوك يا شيف علاء. خلصت يا باشا؟
اتفضل. طيب ارد على حضرتك؟ طيب اتفضل يا فندم. بالنسبه للموضوع انا يا عم فايت بتعمل خير ولا بتعمل ايه بالظبط؟ عايز افهم بس كده. نعم يا فندم. محمد بتقول ايه؟ مش سامع. بتعمل خير او لا؟ ما هو ما ينفعش اقفل في وشه او هو يقفل معايا غير ما نكمل. الراجل ليه حق بيكلم فيه، هو يشكورا. طب ما انا عارف ما هو قطع، انا عارف ان هو قطع، انا فاهم ده كويس، اكيد مش الدرجات دي تقفله على الناس يعني. هي بص، برنامج ريهام سعيد برنامج خير، ده اللي انا عارفه عنها، وهي بتسعى كمان دايما في الخير. بس انا احيانا كده بحس ان بعض الناس اللي بتبقى تتكلم مثلا، يعني انا مثلا انا والله ما اعرف مين وزير التضامن، ولا اعرف اسمه ايه. انت بقى دلوقتي مثلا بتقول لي كلمه، وانا والله ما اعرف اسمه، لما بكلموش هتزعل مني. خلينا نعيد تاني محاوله. انا ما اعرفش، انا كنت لسه عايز اتكلم معاك واتناقش واشوف سنك قد ايه عشان تاخد معاش، لان سنك صغير، فعشان كده بس عايز اسال حضرتك سنك قد ايه او ايه اللي حصل. خلينا نعرض الورق تاني على زميلتنا ريهام سعيد، واتمنى ان هي ترد عليك او هتكلمك او حد من عندها يكلمك ويوصل للامور بشكل بسيط، بحيث انت ما تبقاش زعلان. تقدر تعمل ريهام سعيد، تقدر ما تقدرش برضه تقول لك، بحيث انت ما تبقاش زعلان. لان احنا يهمنا مشاهد النهار كله او اي مشاهد بيكلمنا، فاكيد الراجل عشمان في ربنا ثم فينا، مش عايزينك تبقى زعلان. واتمنى كل الناس يا رب تكون طلبها في محله. انا اللي هقدر عليها اوصلك لريهام سعيد تاني، لكن انا ابيض في الحاجات دي. انا بحاول اعمل حاجه لو ليها علاقه شويه مثلا بالغارمين، مش عارف الحاجات اللي هي نقدر نعملها. انا بحاول، مش بقدر والله، ببعت الجهه اللي تقدر عليها، اسكان خالد صلاح، اسكان ريهام سعيد، اسكان جمعيه مصر الخير، جمعيه دنيا جديده، اي حاجه ليها علاقه باي جهه انا بقدر اوصل لها. بحاول اساعد كل امهاتنا واخواتنا واهالينا اللي تكلمنا. وزراء وبتاع مش سكيت، انا على قد حالي بتاع بطاطس. طيب خليني، انا خلاص حمرت البطاطس، يعني كمان شويه في الفاصل هطلع اجيب الاسكالوب وهبدا احمره. وكمان عايز شفيق عايز يطلع فاصل، فكنت عايز اقفل السلطه، ولا اقول لك هطلع الفاصل عقبال ما الفراخ تبرد، بس تبقى اديني دقيقتين بعد الفاصل. ماشي؟ اتفضل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانيه مع لقمه هنيه. طيب احنا قلنا في الفاصل، يعني الحمد لله مخلصين جزء كبير جدا، اعتبر حمرنا الاسكالوب زي ما حضراتكم شايفين، البطاطس كنا محمرينها، المكرونه خلصانه، اليوم لطيف، حبه فراخ شوحناهم او شويناهم، طلعوا معايا بالشكل ده بس كده شايفين، استوت الفراخ دي المفرومه. طب هتعمل ايه في الفراخ دي؟ هعمل لها صوص حلو قوي بسيط من غير ما ياخد مني وقت كتير، وكل حاجه في البيت ممكن نقدر نعملها. الصوص ده هيتعمل ازاي؟ هعمل الصوص بالفراخ منه فيه، ولا اعمل حاجه غريبه ولا مختلفه. اجيب عندي بس معلقه الاول، احط عندي على الفراخ دي بقى حبه حبشتكنات من بتوعي، عندي زيت التوم، زيت التوم، ولو وقع منه حته كده مش هتقولي لا برضه، وعندي معلقه ريحان بالزيت بتاعها برضه، ريحان مطحون، واديله حبه زيت ريحان برضه. حلو الكلام لحد هنا كده. سنه ملح يعني لا تذكر، لان انا عندي كده كده حاجات فيها حاجات ملحة شوية. عندي كمان سنة ليمون فريش، زود شوية الليمون بقى على زيت الريحان مع زيت التوم، قلب كويس الكلام ده. شوف ده دريسنج منه فيه، مفيش حاجة زيادة ولا حاجة ناقصة ولا غيره. عايز ابهر اي حاجة فيه انا ما عنديش مانع، بس انا شايف ان الامور ابسط من ان انا احط بقى فلفل اسود واحط مش خلاص خلصنا، ما فيهاش اكتر من كده. هجيب طبق عندي فاضي، حبة خس كابوتشا متقطعين كده من القلب زي ما حضراتكم شايفين، بسيط، وابدا افرشهم في الطبق كده بشكل لطيف، يتاكلوا مغسولين بغسله نظيفه بميه ساقعه، مصفيين متروقين ما فيهمش حاجه. فلفل الوان اطفالنا بتحبه، نجيب كده حبه فلفل ونبروز الامور، ما نخليش الحاجه كلها فوق بعضيها عشان الواحد ما يقفلش من الطبق. الاولاد برضو ليهم حق ان يشوفوا الحاجه حلوه، لان هو الطبيعي، مش الطبيعي ان انا اقفل لهم الدنيا واكبس كله على بعض. مش عايز تاكل دي هتاكل دي، يعني يبقى في اوبشنات، ما يبقاش كله يعني مقفول. جميل جدا لحد كده يا باشا. حبه مشروم جوليان ناعمين قوي، مفيد ولطيف في النص كده.
حلو الكلام كده يا باشا. ونيجي كمان نزود بيه كده. يلا الطبق ده مخروم ماشي حلو كده. الفاصوليا الحمراء دي مسلوقه تبقى لذيذه جدا ما فيهاش اي حاجه. حط حبه هنا في الريحان، حط هنا حبه لون بيهم مسلوقه. طبق انا يعني بقول لحضراتكم دايما اشرك طفل معاك في المطبخ، اشركوا اولادنا طبق سلطه ازاي يقعد يرسم فيه بمزاجه اللي هيف هو يعمله. عايز احط الفاصوليا الاول، لا عايز احط دي الاول، طبق ميه تلاقي بنتك ولا ابنك يقعد يعمل كده. حاجات لطيفه جدا يوم الاربع بس، يعني ما بقولش كل يوم، انا بقول يوم الاربع بس نعمل يوم كامل لاطفالنا ودخلوا معانا المطبخ يشتغلوا معانا يعملوا حاجات بذوقهم هم. وتخيل بقى لما ياكلوك بذوقهم، يعني الموضوع بيختلف صدقني والله. حبه الزيتون نروش عليهم كده كده، نرسم بمزاجنا حاجه اللي شايفينها لطيفه بنحط لها مكانها كده. انا مش عايز احط زيتون اخضر، في زيتون اسود، مش عايز احط دوره، في مش عارف ايه، كل الحاجات دي كلها لطيفه قوي واطفالنا بتحبها. اه كده اهو دوره الاصفر بيعشقوه، سكان المسلوق او العلب ده بيبقى جميل جدا. عايز اقول لكم الدوره الاصفر ده انا بحبه مؤخرا، ما كنتش باكله زمان. بقيت اعمله ايه بقى؟ اجيب الدرايه الدوره اللي هو الاصفر ده واسلقه في ميه فيها زبده وملح، زبده وملح، سيبه ياخد تسويته للاخر. تفاجئ بقى ان الدوره دي تاكل منه اتنين تلاته ما تزهقش والله العظيم. مؤخرا جدا بقيت احبه، يعني ما كنتش قوي باكله بصراحه. يعني الناس متخيله ان واحد بياكل كل حاجه، مع كلنا زي بعضينا يعني مفيش حد احسن من التاني، في ناس تحب ده وما تحبش ده، ولكن انا بقول على ان انا بقيت اجربه انا شخصيا بقى حاجه رائعه. ادي كده الجبنه بتترص اي رصه، عندي جبنه من نوع تاني شيدر برضو، دي حمراء ودي صفراء، بنلون الطبق كله فايده صحيه وغذائيه وهو ده المطلوب، حاجه تتعمل بطعم كويس عشان الاولاد ياكلوا بالهنا والشفاء. مش هطول اكتر من كده عشان زمايلي ما يدوقوش مني. ادي صدر الفراخ المقطع المشوي على مدخل الطبق بالشكل ده كده اهو، ودي نفس الكلام في النص على اللي احنا تبناه ننزل بيه ونعمل كده، والباقي يمشي بالشكل ده كده داير ما يدور على وش الطبق. وفي الاخر بننزل بقيه الفراخ المفرومه في وش الطبق. جميل. انا كده خلاص خلصت الطبق الاخير لحضراتكم، طبق السلطه الفراخ المشويه مع الخضار المشكل. دي جت حلقتنا، وده كان يوم الاربعاء النهارده يوم اكل اطفالنا واولادنا. زي ما قلت لحضراتكم بكره ان شاء الله الخميس لو لينا عمر ان شاء الله مع حضراتكم حلقه مميزه ليوم الخميس كالعاده. كل اسبوع بنعمل العزومه او لمه العيله يوم الخميس، لا السنه دي بقى والاسبوع ده مش هنعمل لمه العيله بس او العزومه، هنعمل لمه العيد. طبعا عندنا الايام اللي جايه ان شاء الله عيد، يا رب تبقى عيد على كل اخواتنا المسيحيين يا رب باليمن والبركات والفرحه والبهجه والسنه الجديده، واي حد كان نفسه حاجه السنه اللي فاتت ما حصلتش تحصل ان شاء الله 2017، وتكون سنه خير على مصر وعلى الامه الاسلاميه والمسيحيه وكل المصريين يا رب في مصر وفي كل حته في العالم، وكل الناس كلها تكون بخير يا رب دايما ان شاء الله مع حضراتكم، وسنه جديده وسعيده لكل المصريين ان شاء الله. بكره الخميس، الجمعه، السبت حلقات مميزه ليها علاقه براس السنه والكريسماس والايام الحلوه دي والمناسبات الجميله دي. فبكره ان شاء الله الخميس زي ما قلت لحضراتكم على الهواء مباشره، يوم الجمعه حلقه كامله على الديك الرومي ساعه ونص. عشان كده يعني بعتذر للمره الثانيه لتاجيل المسابقه للسنه الجديده او الاسبوع الجديد ان شاء الله، اني قلت بقى يعني الفرصه الوحيده اني اقف اتكلم على الديك الرومي من غير ما يكون في جري ولا زحمه نص ساعه الساعه بتاعت الهواء والحاجات دي، فقلنا ناخد ساعه ونص كامله مع حضراتكم بشكل بسيط جدا ان شاء الله يوم الجمعه، ونوضح ونأسس ونتكلم بكل الطرق من اول ما اجيب الديك الرومي ده وهو لسه طالع متنضف لحد ما نقطعه ونعمل له الصوص والرز بالخلطه او الشعريه او اي حاجه هنعملها مع حضراتكم ان شاء الله في حلقات القادمه ان شاء الله. حلقه جديده والسلام عليكم.